السلام عليكم ورحمة الله. بونجور، حنايا رقدنا اليوم المايس يبقى معكم سنة كاملة. دابا راه موجود الموسم ديالو، ساهل غتابعوني باش تشوفوا الطريقة ديالو. بارطاجيو هذا الفيديو، صيفطوه لجميع الناس باش المعلومة توصل للجميع. ودعيو معايا، كنتمنى هذا المايس الدرة يعجبكم. يلا هو معايا باش تشوفوا كيفاش غادي تتم العملية ان شاء الله. هنا كنعقم القراعي ديالي، كندير شوية ديال الماء وكندير القراعي، كنخليهم واحد 6 دقائق، كنحس بهم تعقموا وكنحيدهم، كنخليهم مكفيين. Voilà, je prends une grande marmite, je mets de l'eau dedans et j'ai fait bouillir mes bouteilles. Je vais mettre le maïs diali, dra, je vais mettre 10 دقائق. J'ai mis mes bâtonnets de maïs bouillir dans l'eau à peu près 10 minutes. هذاك المايس ديالكم كتقسموا على جوج وكتبقاو ديروا لهم بحال هكا، تيتسموا جايين عندكم ساهلين. انا راه باللي قالت شويه صعاب، مي بالضفر راه كيجيو ساهلين. Voilà, vous les retirez comme ça, c'est très facile. C'est un peu difficile avec les gants, mais avec les ongles, ça va très vite. تمشيو معاهم بحال هكا، وملي كديري لهم هكا تحيدوهم، غادي تغسلوهم، تحيدو منهم هاد الزغيبات اللي عندهم، تنقيوهم مزيان، وتنشفوهم، وتمسحوهم. من بعد ما كتنقيو المايس ديالكم، كديروه في الماء، وكتحيدو منو هاد الزغيبات، ها هما كتشوفوهم. كيكونوا فيهم واحد الزغيبات ديال الذرة، غتبقاو تغسلوه شي جوج ولا ثلاثة ديال المرات، وديك الساعة تصفيوه. فوالا، فو لافي فو مايس افيك دو لو. القراعي عندي مغسولين ومعقمين، غادي تعمروهم بالمايس ديالكم بحال هكا، فما تلقاو شي زغيبة حيدوها، راه كيبقاو لاصقين. هنا كتعمروهم بهاد الطريقة. دابا غادي ديرو فيهم الماء ديالكم، غير الماء ديال الروبيني عادي. دو غومبليغ نو بوتاي افيك دو لو جيسكو هو، طلعوهم حتى الفوق بحال هكا. دابا غادي نديرو فيهم معلقة ديال الملحة ومعلقه ديال سنيده، اون كويير دو سيل و اون كويير دو سكر. هذه كبيره غادي نديرو فيها معلقه ونص ديال السكر، وهذه غادي نديرو فيها معلقه ونص ديال الملحه. غادي نشدو السوليفان ديالنا، غادي نديروه بحال هكا، غنتنيوه على جوج ونزيرو القرعه ديالنا. شدو هكا نزيرو على القرعه، وغادي نزيرو، وغتشدو المقص ديالكم وتقطعو هادو اللي شايطين بحال هكا، غتقطعوهم هادو اللي زايدين. ومن بعد غادي نردو القراعي ديالنا مقلوبين، عاوتاني نزيدو نعقموهم. كنديرو من هاد العمليه باش القرعه كتسد في مره، ما كتبقاش تحل. فوالا هاد الطريقة هادي، وغادي نديروهم في الماء بحال هكا. غديرو شوية ديال الماء، غديرو واحد لا سيرفييت في الماء تحطوها باش ما يتقرقبوش القراعي، وغتبقاو تحطو القراعي ديالكم هكا مكفيين بالوحدة بالوحدة. غادي نخليوهم واحد 10 دقايق ولا 15 كاع. هنا كيتعقمو مزيان وكيتسدو، ما كيبقاوش مازال تحل. واخا بحال اللي كنشريوهم في الماكز، كيبقاو مسدودين حتى تتحليها، كتحليها بواحد الصعوبه. وغادي نخليوهم هكا مكفيين الليل كله حتى للصباح عاد نقلبوهم. دابا كيغلي، ملي تخرجوا القرعه ديالكم توركوا عليها بحال هكا وتلقاوها باقا كتسورك، باقي فيها الريح. الا كانت قاصحه عرفوها راها موجوده. القراعي ديالي غيبقاو هكا مكفيين واحد 8 ديال السوايع، كيتزيد يتحكموا في الغلاقه ديالهم مزيان.
اللي بغى يزيد الخل يزيد الخل، معلقه صغيره في كل قرعه يزيد واحد الخل، حتى هو راه معقم مزيان، ما كاين حتى مشكل. انا ما درتوش، مي بعض المرات كنديرو معلقه صغيره. Celui qui veut rajouter une petite cuillère de vinaigre pour chaque bouteille, il peut, c'est aussi bon. Voilà, خليتكم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تخليوا لي دي بون كومونتير. مع السلامة، au revoir.